متعلقة بمبادرة الأطلسية التي دعا إليه جلالته. لم تصل. معلوم بالضرورة أن الصراع الأمريكي الصيني هو صراع فكري وليس عسكري فحسب. كيف ذلك؟ فيما يخص في الملكية الفكرية العالمية. ومعلوم بالضرورة أن المغرب يترأس إفريقيا رئيس الملكية الفكرية العالمية الإفريقية في شخص الأستاذة دلال المحمدي رئيسة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين. كيف أستاذي الكريم أن نبلور هذا الفكر الناعم الاقتصادي الفكري الاقتصادي داخل المنظومة المبادرة الأطلسية، وتؤطرها اتفاقيات اقتصادية كاتفاقية تريبس، اتفاقية الكاد، اتفاقية مراكش 96؟ إذا كيف نعزز ونجعل أن المستقبل يمر من هنا، أي أقصد المبادرة الأطلسية؟ وشكرا. جميل جدا، لأنه يعكس مبادرة ملكية رائدة. تحدثتم أستاذ عن إفريقيا وعن هذه المبادرة، أعتقد أنها تتزامن والذكرى السابعة لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، والخطاب التاريخي الذي ألقاه صاحب الجلالة أمام المؤتمرين، والذي قال فيه كم هو جميل هذا اليوم الذي أعود فيه إلى بيتي، إلى المكان الذي أحب. إفريقيا هي قارتي وهي أيضا بيتي، فهذا يعني يحمل أكثر من دلالة. منذ ذلك التاريخ يعني والمبادرات الملكية السوالة في اتجاه إفريقيا في إطار مبادرة تعزيز التعاون جنوب جنوب. المغرب له إمكانيات متعددة للتعاون مع الدول الإفريقية. أولا كاين هذه القوى الناعمة التي تحدثنا عنها فيما يتعلق مؤسسة محمد السادس للعلماء، فيما يتعلق بالجانب الثقافي، فيما يتعلق بجانب التعاون الثنائي، وهذا كله كيصب في المبادرة الملكية الأطلسية، لأن هذه الدول 23 أصلا كلها واحد النسبة ديال 80% أصلا كاين علاقة موجودة بينها وبين المغرب. فبالتالي المطلوب هو تثمين هذه العلاقة وتطوير هذه العلاقة، وربما أنه الاشتغال غيكون على أنها 23 دولة، لأن هذا مشروع ماشي فقط مبادرة ملكية بقدر ما هو مبادرة، أصبح مبادرة إفريقية. يعني الدول الآن راه تبنات هذا المشروع، بحيث أن كل الدول الآن تنتظر بطريقة أو بأخرى كيف تنخرط هذه المبادرة الملكية الأطلسية. وكان أعتقد أنا شخصيا أنه الطريقة اللي المنهجيه اللي خدام بها سيدنا واللي خدام بها الدول والتجمعات الاوليه لهذه الدول، ان كلها الان المشروع كيتبلور بواحد الكيفيه ممتازه وبواحد السرعه، وان شاء الله غنقدروا نشاهدوا هذه المبادره في اقرب وقت ان شاء الله. واجب علينا نحفظوا التراث المغربي كاملا بتفاصيله، سواء تعلق بالتراث اللباس او الاكل او الشرب، وهذا معروف تاريخيا وموثق لدينا، فلا يمكن سرقته أو التطاول عليه. ونحن نطلب من وزارة الثقافة أن توثق هذه الأمور وتحميها بحماية قانونية وحماية كذلك مع الجهات الدولية المعنية بهذا، لأنه هذا تراث مغربي معروف منذ قرون، فالسرقة الموصوفة غير مقبولة. أنا أعتقد بتواصلي مع العديد من الأفارقة، سواء لما كنت وزير أو حاليا، وجدت بأن هناك رغبة كبيرة في وجود طلبة من عدد الدول الإفريقية، وهذا يتطلب كاين مثلا في بعض الدول ديال جامعات إفريقية، يعني يمكن تكون عندنا جامعة إفريقية تستقبل الأفارقة من مختلف الدول، وهذه قوة ناعمة متميزة، وهم كيفضلوا أنهم يقراوا في المغرب على الدول الأوروبية، فهذه غيكون متميز إلا درنا واحد الجامعة إفريقية. يكون عندها واحد التمييز، وربما نديروها في الجنوب ويكون عاوتاني تكون في العيون ولا في الداخله، وتفتح افاق جديده، وتكون هي تخرج دوك الاطر اللي غادي يبني وديك العلاقات القادمه، لانه هذا مسار ديال عقود ماشي مسار ديال شهور، هذا مسار عقود وتفكير ديال عقود. وبالتالي المبادره الملكيه مبادره القرن، وبالتالي سنتحدث فيها عن قرون، وسياتي اجيال اخرون يتحدثون عنها، ونتمنى ان شاء الله أن نرى ذلك في أقرب وقت. الموقع هو المؤهل رقم واحد، إن الموقع الاستراتيجي مهم جدا، وهو اللي منح المغرب بأنه يتخذ هذه المبادرة، والمغرب الموقع ديالو كيخليه إفريقي بامتياز، وفيه تنوع طبيعي وتنوع جغرافي، بالإضافة إلى قوة المغرب الدبلوماسية وقوة المغرب السياسية، خلات أن الأفارقة يقبلوا هذه المبادرة بواحد أريحية كبيرة جدا. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو
اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.